وبتتكلم في موضوع مهم قوي. إكرامي يرفض ضغوط الأهلي ويتمسك بخوض تجربة جديدة. أتكلم مع حضراتكم بصراحة، نتكلم بصراحة، حتى الآن إكرامي خارج النادي الأهلي، حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم شريف إكرامي خارج النادي الأهلي. بقول كده وخلاص؟ لا، مش بقول كده وخلاص. إكرامي كان أعلن من خلال تويتر الحساب الشخصي بتاعه ان هو اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، عقده بينتهي وهو خلاص هيخوض تجربه اخرى. لما تيجي بقى تتكلم بصراحه ونتكلم مع بعض كده بمنطقيه، مركز حراسه المرمى لما يكون فيه اتنين جامدين قوي قوي زي الشناوي، محمد الشناوي وشريف اكرامي، هيصعب عليك اللي ما بيشاركش. انا مش مع اتجاه بصراحه ان اكرامي يمشي، انا من الناس اللي بحب اكرامي جدا، وده حارس جامد قوي بصراحه، عنده قدرات ما تلاقيهاش دلوقتي، مش متوفره دلوقتي بشكل كبير يعني، الا في ناس قليله، قدرات بقى شخصيه، قدرات بدنيه فنيه، الكلام ده قليل في مركز حراسه المرمى. لكن لو انت تيجي تحط نفسك مكان اللعيب، هتفكر في اتجاه ان انا ممكن اخوض تجربه اخرى، انا عايز العب، لان مركز حراسه المرمى ده ما بيبقاش فيه تغييرات كتير، هو انت بتلاعب الحارس الجيد او الحارس اللي هو في مستواه في الفتره الحاليه ليه؟ علشان يبقى عنده حساسيه المباريات، لو قعدت تبدل ما بين ده وده فانت اللي هتبقى خسران كفريق. فده في مستوى العالم كله، على مستوى العالم كله الحارس الاساسي هو اللي بيشارك ما بتغيرش، فتلاقي عندك حارس بديل بقدرات شريف اكرامي، فممكن اللاعب لو بقاله سنتين ما بيلعبش مثلا بشكل اساسي، فممكن ياخد قرار ان هو يروح تجربه ثانيه، عايز يلعب يبقى متواجد، خصوصا ان هو قادر على العطاء في الحقيقه شريف اكرامي. فلغايه دلوقتي ما فيش جديد بتغيير راي شريف اكرامي بالرحيل عن النادي الاهلي، اخر حاجه اعلن عنها اللاعب ان هو خارج النادي الاهلي، ان هو مش هيكون موجود مع الفريق خلال السنه الجديده او الموسم القادم، لان عقده بينتهي، فممكن يخوض تجربة أخرى، وده الأقرب لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، الله أعلم بالمستجدات اللي ممكن تحصل يعني. فده أمر مهم جدا إن احنا نوضحه لكل جماهير النادي الأهلي، وإكرامي هيفضل لعيب من اللعيبة الجامدة جدا أو حارس من الحراس اللي كتبوا تاريخ كبير مع النادي الأهلي، ده أمر مؤكد وعنده مكانة خاصة في قلوب جماهير النادي الأهلي أكيد.